ديالي في قفطان لاله وعندي الدور ديال شامه البنت الصغيره ديال العائله. المسرحيه تدور على قفطان. علاش قفطان لاله؟ حيت هو القفطان ديال لاله ماما اللي هي الحاجه ماما جداتنا، وهو قفطان اللي حاضنا عليه حيت راه وصيه وما غنحرقش المراحل. هو الدور ديالي في هذا المسرحيه قريب للشخصيه ديالي حيت كطير من المقله حتى هي وداكشي، وهما اختاروا ليا اكسبري انه يكون قريب ليا باش ما نتزيرش ويكون عندي الحق في لامبروفيزاسيون تجيني سهله. وغنعاود نقولها وغنبقى نقولها، هادو احسن 3 موا دو بريباراسيون فهاد لي 4 اون كاملين اللي بديت فيهم، حيت 3 موا ديال لي بريباراسيون، 3 موا ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل، 3 موا ديال لابرونتي ديال اننا كنتعلموا، يعني ما غتمشيش هباء منثورا. حتى ورا العرض غادي ان شاء الله نكملوا، غادي نقراو ماشي باش نحاربوا الناس اللي كيقولوا غير مؤثرين، ولكن غنقراو حيت عندنا حب لهذا الميدان. وانت تكلمتي على المؤثرين، شنو ردك على الانتقاد اللي كيطال صناع المحتوى على انهم كيدخلوا للمسرح او التلفزه؟ ما عنديش رد حيت ما يمكنليش نرد على كل شيء. نقدر نرد على واحد الانسان الا عرفتو بعدا نشوف هذاك لو كومونتير واش ان كومونتير كونستركتيف ولا غير معياره ولا جو سي با. ما يمكنش اي حاجه في الحياه غادي ترد عليها وتبقى تفكر هذا الانتقاد. انا يمكن ما عنديش هذه العقليه من ديما، ما كنديهاش، ولكن ما عنديش، انا الحمد لله ما عنديش هذا، ما كيبقاش فيا الحال باسكو عارفه انني انا ما كنتسلطش على شي حاجه. عارفك انا ما درتش المسرح باش نبان فنانه ولا ممثله، ولكن انا درت هذا الشيء حيت كيعجبني هذا الشيء. وانا ماشي غير مؤثره، انا راه دايره فيديوهات ودايره محتويات اللي فيهم دي ميساج واللي عالجت بهم شحال من حاجه. الا كانوا الناس بصح متبعيني ما كيشوفوش غير النمبرز اللي عندي في الفولورز. ما عنديش رد، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. واخا كيفاش عشتي التجربه ديال الاولى على المسرح؟ والنهار الاول صعيب، والسيمانه الاولى، الشهر الاول، ولهذاك الشهر ونص الاولين كانوا صعاب. ولكن احسن حاجه هي انك تقول ليكيب اما تنعرفش ويقولوا لك لا كتعرف. تقول لهم ما عرفتش نديرها، يقول لك علاش انا درتها وانت ما درتيهاش. يعني كيردوا لك الثقه في النفس حيت كل شيء فينا تعرف يدير. سي جوست كو خاص غير اللي بحال ان فاز اللي مغبر، خاص كل مره شي واحد يبقى يمسح داك الغبره حتى تبان مزيان. وانا عرفت هذه القضيه في المسرح انه ما كايناش شي حاجه سميتها ما كنعرفش، وما كاينش شي واحد محقور، وما كاينش شي واحد ما تيقش في راسه. كاينين الناس خاصهم تدورهم بك زوينين وبصح فنانين، وتجربه واعره. كيف ما قلت لك احسن 3 شهور دوزت في هاد 4 سنين كامله اللي بديت فيها. كيفاش كان التعامل مع سلمى وغيتا؟ تعامل زوين، هذوك راه ولاو خواتاتي ولينا صحابات. زعما كندابزو فوق لاسين، ولكن راه فاش تنهبطو راه بحال ما كاين والو، القلب الابيض، ما حتى وحده ما كتبغي تبان حسن من الاخرى، حيت عارفين كو حنا كنكتاملو. ما غاديش يقولوا، حتى الا درنا واحد المشهد ما غاديش يقولوا غيتا دارت حسن من رباب، مي غيقولوا بجوج داروا مزيان ولا بجوج ما داروش مزيان، وحنا متفقين على هذه القضيه. والصراحه انا كنبغيهم بزاف، وهذوك راه خواتاتي ماشي غير مؤثرات ولا مثلت معاهم في المسرحيه. غيتا سبب غيابك من بعد طريق الورد؟ هو ماشي غياب من بعد طريق الورد، حيت انا ما عرفتش علاش الناس اسوسياو هذه القضيه مع طريق الورد. زعما راه هما الناس ديما كيبغيو يبينوا انهم راه هما اللي طيحوك وكان عندهم واحد التاثير عليك. يمكنش ما كايناش هاد الهضره هادي، واللي كاين اللي كيقولها وكيتيقها. انا ما غبت من ورا طريق الورد على التلفازه، يمكن منتجين ولا مخرجين مابقاوش كيتيقوا فيا، مي سي با غاف. ولكن في لي ريزو سوسيو غبت حيتاش وليت كندير لاسين، كندير ستاند اب. سي فري كو ما كنديرش، كندير في دي زيفينمون بريفي، دي بوتي باساج ديال 20 مينوت 30 مينوت، ولكن راه ما يمكنش الانسان يبدا واحد لا بلاتفورم يبقى لاصق فيها. ما يمكنش انا نبقى غير في انستغرام. بغيت نخرج، داكشي علاش درت المسرح، بغيت نولي ندير ستاند اب، بغيت نولي ندير لاسين، ما بغيتش نبقى غير في انستغرام وصافي. راه بدينا كنكبروا، راه بديت على 22 زون، دابا راه عندي 27 عام. ما غنبقاش كل نهار نحط لي فيديو، كل نهار لي ستوري. الانسان راه كيكبر، وانا ما غبتش، انا باقا هنايا.
غيتا قلتي انه يعني المنتجين ما بقاوش كيثيقوا فيك، شنو تقدري تقولي لهم؟ واش الفكره اللي خداو عليك اصح ولا مغير؟ ما كنتش ضعيفه فيها، يمكن كنت ضعيفه في ديك داك البيتيت سيكونس، حيت راه انا مثلت 27 حلقه ولا جو سي با. يمكن احنا ديما كنشوفوا غير ديك النقطه الكحله في الورقه البيضاء. انا ما كانش المسؤوليه ديالي انني ما عرفتش ندير المونتاج، وما كانش المسؤول حيت لا كيكون كان ورايا واحد الطاقم اللي هو بروفيسيونيل، وراه هو كيشوف قبل ما تبان في التلفازه الديفيوزا، راه شاف كو ديك اللقطه ما تدارش. وانا راه هنا فين كنقول ما قارياش المسرح وما قارياش ما قارياش التمثيل. يعني انت عيطتي ليا جبتيني نمثل، قلتي لي دير واحد المشهد ما درتوش مزيان، كاينه واحد الحاجه سميتها كوبي، كاينه واحد الحاجه سميتها نعاودو، ولا كاينه شي حاجه سميتها المونتاج. الا انت اختاريتي انها تدوز، راه هذاك المشكل ديالك، واللي ما تاقش فيا راه ما عنديش مشكل، انا راه واحد الانسان مسالم ما عنديش مشكل. غير تقربينا من المستوى الدراسي ديالك. انا خديت الباك ايكونومي، عندي ليسونس في ليكونومي في لافاك، وعامين ديال الجيستيون دونتربريز في ليستير. والله الا سي فاتيغون، سي فريمون فاتيغون. انسان راه فاش كيمشي يخدم من 9 ل 5 راه واحد نفس الحاجه كيبقى يعاودها. ما كي واش كاين شي واحد كيقد وقف جلس قدام ليكسيل وكيبدا كخيا كيدير لك خي كيدير الابداع، نفس الحاجه كيبقى يعاودها، لا ميم طاش كتبقى تعاود. راه صعدات اللي كيمشي من 9 ل 5، ماشي بحال انا نبقى نفكر شنو المحتوى اللي غندير، كيفاش غنامبروفيزي، كيفاش غنبان للناس، نخدم على راسي، مشان البسيكياتر، مشان البسيكولوج، الانتقادات، هذه راه مهنه راه صعيبه وبزاف. غيتا وشحال كتعيشي شي قصه حب؟ هو الصراحه كنت كنعيش قصه حب، كانت فيها 3 سنين ودابا انا عام باش ما بقيتش فيها وصافي. انا ما كنعيش حتى شي قصه حب دابا. وعلاش اختي؟ حيت ما تفاهمناش، عادي ما تفاهمناش. 3 سنين كنا غنتزوجوا، تقدر تكون شي حاجه ولكن ما كملش، والحمد لله انه ما كملش. والحمد لله انا كاينه شي حاجه سميتها النسيان، وكاينه شي حاجه سميتها سقوط الاقنعه. هادشي اللي كاين، وهادشي ما عمري هضرت فيه، ولكن مزيان نعطيو للناس فكره يصحاب لهم. غير حنا غير كنديروا غير المحتوى وما عندناش حياه شخصيه، حتى حنا راه كنبغيو، حتى حنا كنتخانوا، حتى حنا كنتغدروا، حتى حنا كيبدلونا، وحتى حنا كنبكيو في الليل وكنعنقوا المخده. غيتا واش تغدرتي في هاد العلاقه؟ تغدرت في هاد العلاقه جدا، درت كانت خيانه. ويمكن داك الانسان قال هاد البنت، قال هاد البنت راه مشغوله في التليفون، مشغوله في مع رشيد شو، مشغوله في المسلسلات، ما عندهاش وقيله، ماشي بحال البنات الاخرين اللي كيقلبوا التليفون، اللي كيغيروا، اللي كيبغيو يدخلوا الواتساب. ولكن واحد النهار من هذيك 3 سنين خرجت واحد غيتا اللي بغات تشوف التليفون، وتصدمات وداها وداها، والله ما خلاها والدم والامان عام. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.